نعم، بكل تأكيد يواصل طيران النظام التركي يعني سلسلة غاراته على جبال إقليم كردستان ومناطق إقليم كردستان، خصوصا في محافظة دوك. قضاء العمادية شهد يوم أمس سلسلة من الغارات الوحشية على هذه الجبال وهذه المنطقة، وخصوصا منطقة بلافا، أدت إلى أضرار مادية جسيمة. يحاول النظام التركي استغلال يعني سياسة الشرق الأوسط برمتها وتنفيذ تطلعات النظام التركي في إقليم كردستان. الجميع ينظر الآن إلى سياسة الشرق الأوسط وماذا ستؤول إليه الأحداث في الشرق الأوسط، إلا تركيا نائية عن نفسها وتحاول أن ترسم مخططاتها التوسعية، يعني مخططاتها التي تريد أن تحتل جزء من مناطق كردستان، وكذلك أعينها صوب الموصل وكركوك. بالتالي تحاول تنفيذ سلسلة غارات يوميا على يعني إقليم كردستان بحجة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لأن لا يوجد شيء من هذا القبيل. بالتالي تحاول تغيير ديموغرافية هذه المناطق. يعني النظام التركي يقصف الأشجار والبساتين ويعني حتى المناطق السياحية. محافظة دهوك تشهد تراجع يعني سلبي من ناحية السياحة بسبب النظام التركي وما خلفه من أضرار مادية. كل هذه الأمور تأتي بصمت حكومي، تأتي بصمت حكومة إقليم كردستان، وبالتالي الجميع يطالب، الجميع يريد العراق أن ينأى عن نفسه من هذه التدخلات، من هذه السياسات، يعني لكن دون جدوى، دون يعني خط واضح حتى هذه اللحظة ضد النظام التركي. هنالك بعض يعني الشخصيات السياسية وبعض الكتل السياسية تطالب الحكومة العراقية بالتدخل فورا للوقوف بوجه النظام التركي، إلا أن يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد موقف حكومي صريح اتجاه النظام التركي وتدخلاته وأطماعه التوسعية داخل العراق. نعم، أيضا وسط ما تحدثت عنه معتز، أيضا جيش النظام التركي استخدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء العمادية، هل من تفاصيل إضافية لديك معتز؟ نعم، بكل تأكيد قبل 10 أيام من الآن أيضا عزز جيش النظام التركي دفعة جديدة من قواته التوسعية الاستعمارية، واليوم كذلك يحاول جيش النظام التركي ترسيخ أطماعه وسياساته داخل منطقة العمادية وشمال محافظة دهوك بالتحديد، من زاخو إلى العمادية. يحاول رسم سياسته التوسعية حتى يحاول السيطرة على المقدرات السياحية المتواجدة هناك، على اعتبار هنالك مناطق سياحية كبيرة يذهب إليها مئات بل آلاف الناس من العراقيين سنويا، وتقدر أرباحها بمليارات الدولارات. كل هذه الأمور يحاول السيطرة عليها. أيضا هنالك بعض يعني المناطق الزراعية وبعض الغابات وبعض البساتين، كل هذه جرفها، وحتى الآبار والمياه وما إلى ذلك من هذه التفاصيل. النظام التركي ينشئ قواعده العسكرية من أجل السيطرة على هذه المناطق دون رادع حقيقي. هنالك كلام في اقليم كردستان، السيد بافل الطلباني وبعض القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني طالبوا حكومه اربيل بالتدخل ووقف اطماع تركيه داخل اقليم كردستان، ايضا داخل الحكومه العراقيه، الا ان الاحداث الجاريه في الشرق الاوسط وما الى ذلك يعني دعت الحكومه العراقيه لان تتخذ موقف كبير بهو عدم التدخل بهذه الاحداث، لكن لا تتخذ موقف باتجاه سياستها الداخليه واحتلالها واختراق سيادتها مرارا وتكرارا من قبل النظام التركي. هذا الامر اصبح مرفوض شعبيا وسياسيا، وننتظر ماذا ستؤول اليه الاحداث في الايام القادمه. طيب، إزاء هذا الصمت الحكومي معتز، صمت الحكومتين، حكومة بغداد وحكومة أربيل، كيف تقرأ الردود الشعبية اليوم في الشارع العراقي؟ بكل تأكيد أكاد أجزم أن أكثر من 85 إلى 90% من الشعب العراقي رافضين لسياسة التدخل التركي داخل الأراضي العراقية، وأيضا رافضين لهذا الصمت الحكومي، على اعتبار من مهام الحكومة العراقية وأول ما يتفق عليه أو أول ما يؤدي اليمين الدستوري رئيس الوزراء هو حفظ سيادة وكرامة المواطن العراقي وسيادة البلاد شعبا وأرضا وماء وجوا وما إلى ذلك من كل هذه التفاصيل. بالتالي السيد رئيس الوزراء أقسم على أن يكون هو الحافظ لسيادة العراق، إلا أنها لا توجد
حاليا سيادة منتهكة بسبب النظام التركي وما حدث بسبب النظام التركي في الفترة الأخيرة. أكيد الشعب العراقي كله رافض لهذا الصمت الحكومي، وكذلك رافض لتدخل النظام التركي، بل زاد هذا الرفض حتى وصل إلى قواعد سياسية مهمة داخل حتى الإطار التنسيقي المشكل للحكومة العراقية. بالتالي لا يوجد رئيس للبرلمان، والبرلمان هنالك جلسات نقاشية حول ما الأحداث الجارية في العراق. الجميع يطالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية بالمطالبة بالوقوف ضد النظام التركي وسياسته الاستعمارية والتوسعية داخل الأراضي العراقية. أشكرك جزيل الشكر مراسل اليوم معتز أيوب، كنت معنا مباشرة من بغداد.